شكرا للزميل عون بن جابر الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها المتابعون في كل مكان، طبتم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله مساءكم بكل محبة وسرور في هذا المساء الجميل في الرابع من شهر ديسمبر لعام 2023، من هنا من على أرضية ميدان السيح في انطلاقة كأس وزارة الرياضة. وصلنا بحضرتكم متابعينا الكرام في انطلاقة الذهب وانطلاقة الكؤوس، وصلنا بحضرتكم في يوم ترفع فيه الرؤوس، كاس القعدان الثنايا المفتوح، الشوط الرئيسي الأول للقعدان الثنايا، هنالك 22 اسما مشاركا باحثا عن الذهب وعن الرمز المنتظر. مقدمة الشوط والمركز الأول، خزام يتقدم، سلمان بن محمد بن فهيد رزق العجمي يقدم لنا خزام على المركز الأول في انطلاقة 8 كيلومترات، أول انطلاقات هذا الموسم بمسافة 8 كيلومترات هنا في المملكة العربية السعودية. شكرا للاتحاد السعودي لسباقات الهجن هنا في المملكة العربية السعودية. متابعينا في كل مكان، المركز الثاني وصل الدكتور وهنا سعيد بن علي بن سعيد البريصي المري يقدم لنا الدكتور على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل الشعالي بشعار الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان، هنا يقدم لنا الشمال الشعالي على المركز الثالث. المركز الرابع ايضا بهذا الشعار يقدم لنا ادهم، مثل ما قدم لنا حربة خاطفة للكاس الاول لكأس الابكار الثنايا المفتوح، يقدم لنا الشعالي ويدفع لنا بادهم هنا في هذا الانطلاق. المركز الخامس، مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الوصول، وصل شعوان، وصل شعوان، وهنا صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يقدم لنا شعوان على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصل السهلي، وصل عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي مع متعب، يقدم لنا متعب في هذا الانطلاق. المركز السابع، سابع الأسماء، وصل صالح بن حمد بن عبيد المري مع سلهود. ثامن المراكز، وصل شعار هجن زعبيل، وصلت هجن زعبيل مع الشامي على المركز الثامن. والمركز التاسع، وصل في هذه اللحظات الطنيجي، من يقدم لنا مهند، مهند يصل على المركز التاسع، ومطر بن محمد بن راشد الطنيجي يتقدمنا. المركز العاشر، وصل في هذه اللحظات هنا في هذه اللحظات من يصل، هادي بن جابر الحطاب يقدم لنا شياف على المركز العاشر. ياهي من أسماء، ياهي من شعارات، ياهي من متابعين هنا يراقبون ويتابعون ومضمرين يتابعون هذه الشعارات الكبيرة، شعارات أصحاب السمو والأمراء والشيوخ هنا متابعين الكرام. الله يا هذا الانطلاق الكبير، لكن لنا عودة إلى الكادر العلوي هناك، إلى شعار بن بيشان، بن بيشان بن بيشان بن بيشان يقدم لنا اسمه ويدفع لنا بخزام، خزام بإنجازاته، خزام بانطلاقاته المعتادة يتقدم. المركز الأول هنا خزام بشعارك يا بن بيشان. المركز الثاني، وصل الشعار
بشعار الشيخ دياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم لنا شعاره مشاركا منافسا بالخاطفة للذهب في هذا المساء الكبير. يقدم لنا الشعالي على المركز الأول وأدهم على المركز الثاني الصادق فضل الأمين. من يتابع هذا الشعار، من يساير، من يراقب، من يهتم بهذا الشعار العيناوي. المركز الرابع وصل سعيد بن علي بن سعيد البريص المري، يقدم لنا الدكتور على المركز الرابع. متعب يتقدم هنا على المركز الخامس، يتسلل من السابع إلى السادس إلى الخامس. عينك وين يا السهلي؟ إلى الكاس، إلى الكاس، رمزي وزارة الرياضة عند انتصاف المسافة. هنا الأسماء والشعارات الخطيرة والكاس كبيرة. شعوان يتحرك على المركز السادس، يصل شعوان بشعار صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. هنا من يقدم لنا شعوان في المتابعة، سعد بن محمد بن سعد آل جفراني المري يقدم لنا شعوان. هجن زعبيل تتحرك سابعا بشعارها المميز، بأسمائها الخطيرة، بنوعيات الفريدة. هنا بن مرشد المتألق، المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد قادما من دانة الدنيا دبي، من زعبيل تحديدا بهذا الشعار الكبير. المركز التاسع، هنا تاسع الأسماء، وصل في هذه اللحظات مطر بن محمد بن راشد الطنيجي مع مهند على المركز التاسع. المركز العاشر، وصول في هذه اللحظات من هذا الاسم، يصل هذا الشعار. هنا شعار صالح بن محمد بن قبعان المري مع سلهود. المركز العاشر، نداؤنا الثاني للعشر المراكز المتقدمة، ونداؤنا الأخير للعشر المراكز المتقدمة. لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى الخمس النجوم المنطلقين والباحثين، وأولهم بن بيشان. بن بيشان يا أخوان، بن بيشان خطير، بن بيشان خطير في هذا الشوط. يقدم لنا خزام، هنا ينطلق بأمال أبناء المملكة، يتقدمون وأحد أبطال المملكة بن بيشان. من يدفع لنا بخزام على المركز الأول؟ المركز الثاني، متعب يتحرك، متعب يتحرك مع السهلية، وهنا نايف بن صلاح الحربية. من يتابع، من يراقب لنا متعب. المركز الثالث، أوه يا هذا التحرك من شعوان، شعوان يا أخوان، شعوان بشعاره الأخضر صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على المركز الثالث. المركز الرابع، هجن زعبيل تتقدم من مركز إلى مركز، والمتألق هنا راشد، راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد يقدم لنا هذا الاسم مع الشامية، مع الشامية يتقدم ويتسلل. أيضا أدهم على المركز الخامس، متابعينا مشاهدينا الكرام، الاثنين كيلومترات هي الفاصلة عن الكاس، عن الكاس، عن رمزي وزارة الرياضة. هنا في هذا الميدان، لمن السلام؟ لمن السلام؟ أين يتجه هذا الكاس؟ أم يبقى مع أبناء المملكة على المركز الأول والثاني؟ الله يا هذا الانطلاق، الله يا هذا الاندفاع. ولكن خزام يا أخوان، خزام حتى هذه اللحظات يتقدم على المركز الأول مع بن بيشان، مع بن بيشان. من يقدم لنا خزام إلى الأمام؟ يا مالك خزام إلى الكاس،
إلى الذهب، إلى الذهب، إلى المقصورة الرئيسية. الله 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 الله، اقتربنا اقتربنا من المقصورة الرئيسية إلى 1500 متر. الأمتار القليلة، الأمتار الفاصلة عن الفوز والانتصار. يا بن بيشان، يا بن بيشان، أبناء المملكة، أبناء المملكة العربية السعودية ينطلقون، وأبناء جودة، أبناء جودة ينتظرون السلام، ينتظرون السلام. يا بن بيشان، ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الانطلاق، ما شاء الله تبارك الله. شكلوا لون، شكلوا لون وعون. يا بن بيشان، يا بن بيشان، السلام حتى هذه اللحظات مع أبناء المملكة، مع أبناء المملكة. يا بن بيشان، يا بن بيشان، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكاس بالانتظار، الكاس بالانتظار. يا بن بيشان، يا بن بيشان، العروض، عروض الأمتار الأخيرة، عروض الأمتار الأخيرة. الله 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 الله، جماهيرك، جماهيرك يتابعون، 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 يشجعون، يصفقون بكل فرح، بكل فرح بهذا القدوم، بهذه البشائر، بهذه الانطلاقات. الذهب، الذهب مع أبناء المملكة، الذهب مع أبناء المملكة، أبناء المملكة أبطال، أبطال في كل مكان، في كل زمان. الله يا خزام، يا خزام، ويا مالك خزام، اتحرك، اتحرك، اتحرك خزام، نحو الكاس، نحو الكاس، نحو الانتصار والفوز الكبير. الله 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 عليكم يا أبناء المملكة، يا أبناء المملكة، يا أبناء المملكة، يا أبطال المملكة. سلام، سلام من الله عليكم يا أبناء المملكة على هذا الفوز، على هذا الانتصار. الكاس سعودي، الكاس سعودي، الكاس بيشاني، الكاس إلى جودة، إلى جودة مع بطلهم. هنا هنا سلمان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي مع خزام. سلام يا مالك خزام، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اقناد بشعار محمد، مطر بن محمد بن راشد الطنيجي مع مهند. المركز الثالث هنا شعار في هذه اللحظات، اجن زعبيل مع الشامي. المركز الرابع شعوان بشعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود. المركز الخامس هنا شعار بن غدير او شعار حمد بن محمد بن سالم بن سعد مع محنك. متابعينا، مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم يا ابناء المملكة على هذا الفوز والانتصار والنوماس والكاس مع ابناء المملكة وبقبضة بن بيشان. سلام يا بن بيشان، سلام. كما تشاهدون التوقيت الزمني امامكم على الشاشات، التوقيت المميز لما هنا لخزام ومن قدم من خزام. هنا بن بيشان، سلام يا سلمان، يا بن محمد، يا بن فهد، يا الرزق العجمي على هذا الفوز والانتصار. متواصلين بحضراتكم بأشواط الذهب في هذا المساء الجميل. نتمنى التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين معنا في هذا المساء.